مساءكم خير. كعادة حلقة الجمعة من التاسعة بنناقش قضايا اجتماعية بالأكثر، حياتية بالأكثر، وبنتكلم وبنتخانق وبنناقش، ودي طبيعة حلقة الجمعة على كل حال. لكن النهاردة الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت الغلاء، ولا صوت يعلو فوق صوت الشكل الجديد السريع جدا من الحياة اللي فرضته علينا أخبار آتية من بعيد جدا. كتير مننا قال الحرب ممكن تأثر علينا خلال شهر أو اتنين، وبدأت الدولة بسرعة تستبق وتتكلم عن الأمن الغذائي وتحط خطط وتشرح خطط قديمة وتحط خطط جديدة ومقومات لأنه التأثير المحتمل للحرب. لكن ما كانش أبدا متوقع إنه الناس تصحى في يوم على إنه وبسرعة كده على إنه تتحول الأخبار البعيدة لمشكلة حقيقية وتحدي حقيقي قاسي جدا على الناس. إحنا بنعيش موجة غلاء بكل تفاصيلها، بكل أسبابها، بكل مقاوماتها. مش ده موضوعنا دلوقتي، لكن ده موضوعنا النهاردة. الناس تعمل إيه وتتكلم في إيه وتفكر في إيه؟ الحقيقة مفيش حاجة أهم من إننا نتكلم في إنه ماديات واقتصاديات الأسرة المصرية في خطر أو في محك حقيقي. وبتكلم عن الأسرة، مش بتكلم عن البلد، لأنه أي حاجة تخص المصريين ككل الدولة هتبقى قادرة على قيادة المرحلة دي، وهنعدي منها، عدينا من قبلها كتير. مش دي قضيتي. أنا قضيتي احتياجاتنا الأساسية واليومية، وقضيتنا الحقيقة الكبيرة جدا أنه تفضل أوقات الأزمات تتسمى أوقات، ما تتحولش أبدا لكوارث، وما يبقاش حد يتنقل من طبقة لطبقة، يعني يتهبد من طبقة لطبقة كده في يوم وليلة. دي حاجة قاسية وحاجة مرعبة وحاجة خطر جدا كلنا، بس النهاردة عايزين نقول أن احنا منتبهين لها. بالمناسبة في تعاملنا مع الغلاء احنا طبقات، حتى في تعاملنا مع الأوقات العادية والرخاء احنا برضو طبقات، ودي حاجة حقيقة لا ينكرها أحد، وحقيقة ما حدش فينا يجمل ويقول الغلع كل. الحقيقة الغلع على الكل، لكن تفاعل الناس وقدرتهم على تجاوز المراحل الصعبة لا مش زي بعض. فمحدش فينا يمثل وهو مرتاح كده وقاعد يقول لك الغلاء أثر عليا ما بقتش أحوش، لا حوش بعدين، ولا الغلاء أثر عليا مش قادر أجيب، مش قادر أكل بره كل يوم، لا أنت مش قصتنا النهاردة. الحقيقة إحنا قصتنا في المسؤولية الكبيرة والمسؤولية المجتمعية بتاعتنا ناحية بعض وقت الغلاء. بفتكر طول عمري الشخص اللي قال كده إنه لو تقدر وانت بتجيب لابنك بنطلون جيب بنطلون زيادة لو ميزانيتك تسمح لواحد تاني اعمل كده، لو تعرف كل ما تجيب أكلة تجيب أكلة زيادة لحد تاني اعمل كده. دي المسؤولية بقى بتاعت الناس وقت الغلاء، غير بقى إن أنا أكلم الظروف المادية أقل وأقول له اعمل إيه، دي قصة تانية هنتكلم عنها النهاردة في فقرتنا الأساسية. لكن المسؤولية الكبيرة بتاعت المجتمع وقت الغلاء هي مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية كل واحد باختلاف طبقاتنا. اللي يقدر يعمل حاجة دلوقتي، زمان كان جميل إنه يعملها، دلوقتي ضروري إنه يعملها. وبذكر الضروري والمهم والأساسي والمسؤولية المجتمعية، الكلمة الكبيرة الواسعة اللي يمكن مش كلنا عارفين معناها الحقيقي، لكن المسؤولية المجتمعية اتمثلت وترجمت وبقت رسالة كبيرة، أو خلينا نقول بقت واحدة من أكبر المشروعات القومية في العالم، وبقى اسمها حياة كريمة. المشروعات القومية الكبرى في العالم بتصنف بالمناسبة، حياة كريمة يصنف واحد من أكبر وأهم هذه المشروعات القومية، اللي الهدف منه يقول لنا إن في مسؤولية مجتمعية، في مسؤولية عليك أنت يا مواطن يلي عايش في القاهرة أو في اسكندرية أو في مدينة في قلب أكبر كومباوند ناحية أصغر شارع في أصغر قرية في مصر. في مسؤولية مجتمعية علينا، وعشان كده كل يوم هتلاقينا مش بس نتابع أخبار، لكن لازم نبقى فاهمين اللي بيحصل وعارفين إيه دورنا وإمتى يجي وقت التدخل الفردي زي ما بيحصل وقت التدخل المؤسسي وتدخل الدولة. مؤسسة حياة كريمة أطلقت قافلة غذائية بتتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقاً بجميع
قرى ومراكز محافظة الغربية بالتعاون مع شركة صافي. أعلنت المؤسسة أنه البداية كانت في مركز زفتة بمحافظة الغربية، وتم إرسال 12 شاحنة محملة ب 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعها على المستحقين. كلمة بقى يتم توزيعها على المستحقين دي احنا بنفتكرها ديباجة كده وجزء من الخبر، لكن الحقيقة هي التحدي الحقيقي اللي احنا عايزين نسأل فيه المنسقين في حياة كريمة. لأنه منظر أو فكرة التكافل الغذائي ده، وان احنا يبقى الأكل موجود وما يبقاش عوز وما يبقاش مشكلة عند أي حد في مصر، دي حاجة كلنا بنحترمها، لكن دايما عندنا السؤال، بتوصل للي مستحقين؟ بتوصل للمحتاجين فعلا؟ وازاي بتتفلتر الحكايه؟ وازاي بيراعى انه ما يظهرش في النص سلاسل دخيله تمنع المستحق او تعطل وصول المواد الغذائيه ليه؟ دكتوره زينب سامي، منسق حياه كريمه بالغربيه، معانا على التليفون. مساء الخير دكتوره. مساء الخير يا فندم، عليك وعلى مشاهدينك الكرام. زي ما الخبر جميل والقوافل الغذائية وأنها تبدأ قبل رمضان كمان بفترة كافية، دي حاجة جميلة. يعني ما استنيناش لرمضان ولا قلنا دي كرتونة رمضان، لا دي مواد غذائية. واشرحي لنا بس التوقيت اختيار المحافظة، وخليني كمان بعدها أسألك عن طريقة وصول الكرتونة مثلا لمستحقيها. طبعا حضراتكم كلكم عارفين أن مؤسسة حياة كريمة لها دور مجتمع تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في كرة مصر، وطبعا احنا لنا شراكات مع جهات مختلفة. فقد أطلقت المؤسسة بالتعاون مع شركة صافي قافلة غذائية عبارة عن 200 ألف صندوق مواد غذائية علشان نقدر ان احنا نوزعهم على أهلنا المستحقين في كرة محافظة الغربية، والتوزيع ده كان على حسب عدد السكان ونسب معدلات الفقر. محافظة الغربية عندنا تعداد سكانها أكثر من 5 مليون نسمة، وفيها حوالي 8 مراكز اللي هم سمنود وقصور وبسيون والصنطة وكفر الزيات وطنطا والمحلة الكبرى. كان عندنا مثلا في مركز زفتة، احنا مركز مدينة زفتة في عندنا 54 قرية، قدرنا كان نصيبها حوالي 24 ألف صندوق. مركز مدينة سمنود فيهم 21 قرية، كان نصيبهم حوالي 16 ألف صندوق. مركز ومدينة قطور كان معانا فيهم 30 قرية، نصيبهم 12 ألف صندوق. طيب أنا عايزة أسأل حضرتك الدكتورة زينب أكتر من الأرقام، إحنا متأكدين أن العدد كافي ووافي، لكن أنا سؤالي تحديدا إزاي بيتم التنسيق واختيار الأسر وتوصيل المواد الغذائية للأسر المستحقة فعلا؟ حضرتكم كلكم عارفين أن العام أطلق اللي هو عام المجتمع المدني، فإحنا بالشراكة مع الاتحاد الإقليمي بمحافظة الغربية قدرنا ان احنا نوصل لكل الجمعيات التابعه للاتحاد اللي هي الجمعيات الموثوق فيها علشان نقدر نوصل لاهالينا المستحقين داخل كل القرى، لان حضرتك عارفه ان كل الجمعيات بتبقى هي ادرى باهاليها المستحقه داخل كل القرى. وطبعا احنا كمان معانا متطوعين منتشرين في كل المراكز وفي كل القرى، فبرضه المتطوعين بتوعنا كنا بنقدر نوصل لأهالينا بسهولة ويسر، وكمان كنا بنقدر ان احنا نحدد اماكنهم فين ونبتدي نشوف صندوق المواد الغذائية نبتدي نوصله لحد عندهم لحد بيتهم. ايوه، ما هي دي الجمله اللي انا عايز اسمعها. يعني المنظر اللطيف اللي احنا شايفينه ان الحاجات وهي نازله من العربيه دي، لا احنا مش موقفين الناس بنوزع الحاجات في الشارع، هي بتوصل من خلال المندوبين للباب، صح؟ للباب يا فندم. أنا بشكرك لأنه دي حاجة تطمن وحاجة لائقة وكريمة تماما زي مبادرة حياة كريمة. أسألك كمان يا دكتورة زينب عن شهر رمضان، وهل في بالتأكيد في خطة لشهر رمضان واستعدادات خاصة، هل بدأ التفكير فيها والتخطيط ليها دلوقتي؟ هو بداية الاستعداد لشهر رمضان كان من بدايته القافلة الغذائية اللي احنا بنعمل لها بنطلقها دلوقتي. القافلة طبعا فيها كافة أنواع المواد الغذائية، الكرتون عبارة عن 12 كيلو فيها تمر وفيها سكر وفيها زيت وفيها سمن، فيها معظم من الحاجات اللي أهالينا بيحتاجوها في شهر رمضان. وطبعا دي هتسهل أهالينا شوية في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار اللي بنشهده الأيام دي
علشان يقدر يدخلوا شهر رمضان المبارك أعده الله علينا جميعا باليمن والبركات، وهم شوية الدنيا بالنسبة لهم بسيطة، أو إن إحنا نقدر نساعد بحاجة معاهم. بنفكر إن شاء الله نشوف كمان نعمل زي شوادر نقدم فيها سلع غذائية بأسعار رمزية وأسعار مدعمة ومخفضة في الأماكن اللي هي فيها أهالينا المستحقين، علشان برضو نقدر نساعد معاهم إن إحنا نتغلب على الأزمة دي، وإن إحنا إن شاء الله نقضي شهر رمضان ونتمتع بالروحانيات اللي هي فيه، بعيدا عن إننا نكون حاسين إن في ضغوط اقتصادية بتؤرق المواطن. أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية. ما اعرفش ليه كنت مهتمه جدا اسال الدكتوره زينب عن اللقطه دي، لانه اللقطه دي من اكتر الحاجات اللي هي بيساء، يعني اخر مرحله في الخير غالبا دي بيساء التوزيع فيها، لانه فكره ان الناس تقف على قدام العربيه وتاخد الكراتين دي فكره لبعض الناس قاسيه جدا، وكون حياه كريمه وهي اسم على مسمى طول الوقت بيوصلوا الاحتياجات لحد باب البيت، مش بس ده اكرام واحترام وتقدير وستر وحاجات حلوه كتير، لكن كمان عدل، لانه في الغالب اللي محتاج فعلا نفسه عزيزه جدا، واللي محتاج فعلا ما بيقفش وما بيزدحمش وما بيزعقش. واعتقد انه ده خطا شائع بتقع فيه كتير من المؤسسات الخيريه، وفرصه بقى واحنا داخلين على شهر رمضان مؤسسات كتير تيجي تقول لك احنا هنعمل قافله ولا عربيه هتنزل حته الفلانيه ونوزع في الشارع كده. اعمل شويه مجهود، اتعب شويه، اعمل حاجه حقيقيه مش للفرقعه، ما تقفش في وسط الشارع وتوزع كده على اي حد، لانه في الغالب اللي هياخد وهيزاحم وهيعمل هم التجار والسماسره مش هم المستحقين الحقيقيين. احنا في ظرف صعب، حتى اللي هيعمل خير عشان يبان انه بيعمل خير الله يخليك اتعب شويه كده ووصل للمستحقين ودور عليهم واتعب ونسق. ولنا في حياه كريمه يعني دروس كتير في طريقه التنسيق وطريقه توصيل الخدمات دي لمستحقنا. خدكم بقى لحاجه كده تخرجنا بره التنشنه بتاعه الظروف الصعبه اللي احنا فيها. يعني لا يمنع انه احيانا الفن يغنينا عن كتير من الاسئله، وتحت شعار نغم على ضفاف النيل دار الأوبرا المصرية شهدت إطلاق الحفل العالمي الثاني من مشروع السيمفونيات التراثية بقيادة المايسترو والموسيقار اليمني محمد القحوم، بهدف نشر الفنون اليمنية وتعزيز العلاقة الثقافية المصرية اليمنية. بعد ما نشوف التقرير اللذيذ ده نرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. تأتي فعاليات السيمفونيات الثقافية كمحاولة لتقديم جزء من الأدب والفنون اليمنية بطابع عالمي. هذه المحاولة لتقديم التراث اليمني والعربي بهذا القدر الكبير من الألق، وأن تحتضن دار الأوبرا المصرية العظيمة هذا الحفل وهذه الفعالية العالمية لهو يضفي عليها مزيد من العلق ومزيد من الفخر، ولتقديم التراث اليمني والعربي بمشاركة يمنية مصرية لتقديم هذا التراث الأصيل والتراث العربي المهم. اليوم هذا يوم استثنائي يعكس امتزاج الألحان والأغاني اليمنية مع الألحان والموسيقى المصرية. هو حقيقة السيمفونيات التراثية هو عمل يكرر للمرة الثانية، وحيث اختيرت القاهرة كمحطة ثانية لهذه السيمفونيات، حيث كانت المحطة الأولى في ماليزيا قبل عامين، وظروف كورونا تأخر هذا الحفل إلى هذا السنة. حقيقة هناك تعاون وتنسيق مباشر مع وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم التي أبدت استعدادها وتعاون كبير مع الإخوة في مؤسسة حضرموت الثقافية المنظمة لهذا الحفل. عملت منذ أكثر من 8 أشهر وهم يعملون ليل نهار لإخراج هذه اللوحة، وأعتقد بأنها ستكون لوحة جميلة رائعة تتحدث عن تراث اليمن وفنون اليمن وأغاني اليمن من حضرموت إلى صنعاء إلى عدن. Yeah.
نسبة ثقافية تراثية بامتياز، وهي تعنى بالموروث الثقافي الغنائي بشكل عام. وطبعا فيها رسالة بأن نرسل هذه السيمفونيات والموروثات الموسيقية اليمنية إلى الآخر لنريهم تراثنا الثقافي الموسيقي بشكل عام. لا شك أن التلاقح الثقافي سواء كان موسيقي أو ثقافي بشكل عام في الشعر، في الأدب، في القصة بيننا وبين مصر يعني ثابت الجذور منذ القدم. إقامة هذه الاحتفالية الليلة في دار الأوبرا المصرية لها أبعاد رمزية ترمز إلى عمق العلاقات الثقافية بين البلدين. مصر حاضرة ليس الليلة وحسب، وإنما كثير من الجامعات اليمنية، كثير من المدارس اليمنية، كثير من مراحل التعليم الأساسي في اليمن كان روادها وكان أساتذتها مصريين، وأنا أيضا خريج المدرسة المصرية فيما يخص هذا المجال. الليلة هي ليلة ثقافية بامتياز، مصرية يمنية، لحن يمني على ضفاف النيل. هذه الفعالية وإن كان في ظاهرها ثقافي إلا أن هنالك جزء سياسي مهم جدا في هذه الفعالية، وهي الصورة الحضارية عن اليمن التي تعود الإعلام التعاطي معها، إما حوثي أو قاعدة أو حرب، في حين أن هنالك وجه مشرق جدا في الواقع اليمني. الإعلام العربي بحاجة لتسليط الضوء على ذلك الوجه المشرق. المبدعون الذين تعج بهم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية في اليمن هم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني العروبي الذي يعج بالصورة المشرقة. مساءكم خير ورب خير، ورغم كل الظروف دايما خير. احنا بنتكلم النهارده في اغلب الاخبار هتلاقينا بنتكلم بشكل مباشر او غير مباشر عن تاثر عالمي كبير وحقيقي في كل المجالات وفي كل القطاعات بالحرب الدائره ما بين روسيا واوكرانيا. النهارده يعتبر في حالة من الاستقرار كده في الأسواق العالمية والمنصات العالمية، ومن ضمن الاستقرار ده أنه برغم الارتفاعات الكبيرة اللي أسعار القمح حصلت لها عالميا، النهاردة سعر القمح أو طن القمح الأوكراني انخفض بنحو 350 جنيه، وصل سعره ل 8050 جنيه بعد ما كان 8400 جنيه. القمح الروسي كمان سعره نزل بنفس النسبة ووصل ل 8150 مقابل 8500 وفقا للأسعار الاسترشادية لبورصة السلع خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا. فكرة الارتفاع والهبوط دي في البورصات تأثر علينا إمتى وتأثر علينا إزاي؟ وطب هو الانخفاض اللي انخفضه ده انخفاض بعد ارتفاع؟ يعني احنا رجعنا للسعر القديم ولا لسه؟ كل دي أسئلة بديهي إن احنا نسألها، لكن السؤال الأولاني هو سعر العيش في مصر غلي ليه قبل كل حاجة من دي ما تحصل؟ هو إزاي الانعكاسات اللي حصلت على التجار والأفراد تحصل بسرعة كده؟ خلونا نسأل بقى في كل الأسئلة المنطقية جدا دي دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذين، أهلا بحضرتك. نبتدي كده واحدة واحدة ونسأل حضرتك عن الانخفاض اللي حصل في أسعار القمح الروسي والأوكراني، وده ترجمته إيه؟ يعني الأول هما ارتفعوا بنسبة قد إيه من بداية الحرب؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة إحنا كنا شفنا خلال الفترة السابقة بعض الارتفاعات نتيجة الأزمة وتأثر حركة التجارة الدولية، وده طبعاً كان له يعني خصوصاً في هذه المنطقة كان له أثر وانعكاس كبير على سوق القمح. لكن الحمد لله احنا عندنا في مصر الامور يعني بتبقى في حته القمح تحديدا ان شاء الله تبقى الامور مستقره تماما، يعني يمكن الاثر هيكون في ادنى حدوده طبعا، لان الدوله المصريه كانت بذلت جهود كبيره في هذا المحور، محور التنميه الزراعيه. يمكن كنا شايفين الدوله المصريه بتبقى بخطوات حتى في ملف القمح تحديدا، احنا كنا مسعرين القمح في شهر نوفمبر قبل ما يكون في اي احداث دوليه وقبل ما يكون في اي حاجه بزياده 100 جنيه عن سعره في العام الماضي تقريبا، كانت حوالي 95 جنيه. ولاول مره كانت الدوله المصريه بتحدد
تسعير القمح قبل موسم الزراعه. حلو قوي، عشان اللي بيزرع يختار يزرع قمح، وده اللي حصل فعلا مش كده؟ بالظبط، وكان تحفيز كبير جدا للمزارعين ان هم يزرعوا قمح، ويمكن لو بصينا هنلاقي في حوالي ربع مليون فدان زادوا من المساحه المزارعه بالقمح. ده له انعكاس ان احنا يزيد عندنا الانتاج، والحمد لله احنا دلوقتي داخلين يعني هندخل على موسم الحصاد يمكن الشهر القادم، في بدايه الشهر القادم هنلاقي يبدا موسم الحصاد بتاع القمح، يبدا نحصل او يتم عمليه الحصاد ويتم عمليه التوريد في نص ابريل ان شاء الله لوزاره التموين وللمطاحن المصريه. طبعا ده احنا تقريبا زرعنا 3.6 مليون طن، فبالتالي هيكون عندنا ان شاء الله متوقع حجم انتاج ما يقلش عن 10 مليون طن. طبعا ده يكفي احتياجات المواطنين فتره لا تقل عن 6 أشهر باذن الله. حلو. وكمان ما ننساش ان في 4 شهور احتياط استراتيجي موجود في الصوامع دلوقتي وفقا لبيانات وزاره التموين، فالامور عندنا مستقره بشكل كبير. بالظبط. الاستقرار ده بقى يا دكتور في خطوات جيده يعني في الدوله المصريه. يعني ده بنتكلم عنه واتكلمنا عنه طول الوقت، ومن اليوم الاول للحرب قلنا ما قلنا، ما احنا شفنا ازمات، طب ما حصلت كورونا، يعني احنا هنعدي ان شاء الله من كل هذه الازمات. لكن سؤالي بقى تحديدا لحضرتك، ايه السبب اللي يخلي الافران، انا عارفه انه طبعا ان الخبز المدعم سعره ما اتحركش، لكن ليه العيش اللي الناس بتاكله وبتشتريه من الافران يرتفع بالزياده الكبيره دي، وايه دور الدوله في انها تظبط السعر ده او تتحكم فيه؟ يعني ايه اللي حصل فالاسعار زادت بالشكل ده؟ يعني خلينا نكون منطقيين جدا، ان الحقيقه احنا دوله من دول العالم وبنتاثر بالمتغيرات الدوليه وبنؤثر فيها، ودي طبيعه العمليه الدوليه او الشكل الدولي. طبعا العالم بقى قريه صغيره وكل الاثار بتؤثر بشكل مباشر، لكن في النهايه مدى التاثر ومدى حجم الاثر ده اللي بيحدده مدى قوه كل دوله. ويمكن اللي شفناه من قوه الدوله المصريه، وزي ما حضرتك ذكرت كده، احنا الدوله المصريه في اخر 7 سنوات تقريبا احنا عندنا اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفاكهه، عندنا اكتفاء ذاتي من بيض المائده، من الدواجن، من الاسماك، من كل الحاجات، الالبان، كل الحاجات المهمه بالنسبه للمواطن المصري. وتفكيرنا بقى استراتيجي في الحاجات دي، ما بقيناش بنفكر في الارخص لكن بنفكر في السلع الاستراتيجيه الاهم. يعني متهيألي ده حضرتك صحح لي المعلومه دي. بالظبط، احنا بنفكر في الامن الغذائي للمواطن المصري. المواطن المصري لما يحتاج هيحتاج بروتين من اصل حيوان اكيد. يعني فاحنا عندنا المراعي الطبيعيه فيها مشكله عندنا في مصر، فبالتالي حجم انتاج اللحوم يمكن صحيح شهد طفره كبيره جدا جدا، يمكن كنا 40% اكتفاء ذاتي وصلنا لاكثر من 60%، دي طفره كبيره حصلت. بس احنا كمان عندنا بدائل اخرى، الالبان، الدواجن، الاسماك، بيض المائده، كل دي مصادر من بروتين من اصل حيوان. عشان كده الدوله كانت بتضخ استثمارات واضحه جدا، سواء من خلال توسعات في مساحات منتجه زي مثلا في الانتاج الداجني، سياده الرئيس وجه به او اصدر قرار ب9 مناطق للاستثمار في مجال الانتاج الداجني، دي تضخ استثمارات كبيره جدا في هذا القطاع. التوسع اللي حصل في الانتاج اللحوم من خلال المليون راس ده مفهوم جدا يا دكتور. انا بس نفسي حضرتك تجاوبني على فكره سعر، بما انه سعر القمح بيرجع ينخفض في البورصات، وبما انه الدوله عندها كل السيطره وعندنا مخزون وعندنا محصول، ايه اللي بيخلي سعر رغيف العيش يرتفع بسرعه كده؟ ربما يكون يعني بعض التجار بيبقى ممكن يكون طمع من بعض التجار، ممكن يكون اي سبب اخر، ولكن سلاسل التوريد اقصد اللي بتبدا، يعني ما حصلش فيها اختلافات كبيره في الاسعار؟ لا، يعني ما اعتقدش ده هيبقى موجود، لان احنا في النهايه اولا احنا بنتبع سياسه العرض والطلب، فهنلاقي ان عندنا بنزود من حجم المتاح قدام المواطن المصري من خلال هنلاقي عندنا منظومه الدعم الخاص بالخبز ما حصلش فيها زيادات. أيوة. فدي باب اولي هيخدم المواطن المصري. الحاجه الثانيه مراقبه صارمه وجه بها دوله رئيس مجلس الوزراء على الاسواق لمنع اي ممارسه من شانها انها تؤثر على المنتج، لانه ممكن يكون في بعض ضعف النفوس اللي بيستغلوا مثل هذه الظروف لرفع السعر بشكل او باخر. الحاجه الثالثه اللي هي محور زياده حجم المعروض، ان احنا نبدا نفتح قنوات للربط بين المنتج والمستهلك، بين المواطنين من خلال منافذ وزاره الزراعه،
وزاره التموين، منافذ امان، منافذ وطنيه، كل هذه المنافذ يبقى فيها فن معروف كبير يبقى متاح قدام المواطن المصري، وبالتالي يقدر ان هو يلاقي فرص واختيار وشرائح سعريه تبقى متفاوته. اوتوماتيك لما يحصل هذا الكلام هنلاقي الاسعار بترجع تاني تستقر، وحتى لو كان في حاله خوف من بعض التجار او من بعض المواطنين تبدا الحاله تستقر، لان احنا كمان في جائحه كورونا ما كانتش بعيده عننا، شفنا كان في بعض التخوفات اللي كانت موجوده، وكان في رغبه كبيره من المواطنين لعمليه الشراء، وكان في رغبه كبيره من التجار لعمليه التخزين، ولكن الدوله المصريه استطاعت انها تلبي احتياجات المواطنين، فاصبح في حاله اتزان وحاله استقرار موجوده في السوق، بالتالي بدانا نشوف انخفاضات بتحدث في الاسعار، بدانا نشوف استقرار بيحدث في الاسعار، وقدرت الدوله انها تتجاوز مثل هذه الازمات، وان شاء الله اكيد مع الجهود اللي بذلت في الدوله اكيد كل الازمات اللي احنا بنشوفها اكيد هنقدر نتجاوزها بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور، ثقتنا يعني شديده ولينا سابقه ثقه، يعني اقدر اقول انه احنا في وقت الكورونا كان عندنا رعب اكتر من الرعب الشديد اللي بعض الناس فيه باضعاف المرات، لانه احنا كنا في حاله شلل عالمي، لكن قدرنا واتكلمنا حتى مع وزاره الزراعه، واتكلمنا وقتها قد ايه محصولنا من الموالح مثلا لو انا افتكر مظبوط وقتها كان اكتر. فبشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على الكلام المطمئن ده، دكتور محمد القرش متحدث باسم وزاره الزراعه. ودكتور محمد قال جمله مفتاحيه تقول لك هو الحقيقه الواحد بيخاف امتى؟ احنا صدقوني مش الغلا اللي يخوف ولا الظروف الاقتصاديه، صعبه طبعا، لكن مش هي اللي تخوف، اللي يخوف احساسك بانه مفيش رؤيه، لكن طالما انت مطمن ان في رؤيه. الدكتور محمد قال حاجه مهمه جدا، قال ان احنا من قبل موسم الزراعه واحنا رفعنا سعر ان الدوله اللي الدوله هتشتري بيه القمح من المزارعين، وبالتالي زاد الاقبال على زراعه القمح، وبالتالي احنا السنه دي بنحصد اكتر بنسب عاليه جدا من السنوات اللي قبلها. مش هنكفي احتياجاتنا المحليه، لكن احنا فاهمين بنعمل ايه، وفاهمين اهتمامنا بالمحاصيل الاستراتيجيه وبالامن الغذائي المصري. فكره الامن الغذائي دي تحتاج قرارات، زي ما احنا بنقول في شويه ممارسات سلبيه وشويه جشع وشويه تصرفات بتحصل في كل ازمه وعارفينها وفاهمينها واعتقد قادرين نتجاوزها، لكن كمان في قرارات من الدوله بتحصل تظبط الاداء. من ضمن القرارات اللي الناس كلها فهمت وسقفت وقالت برافو القرار الصادر من وزاره التجاره والصناعه بوقف تصدير الفول المدشوش ووقف تصدير الدقيق، المكرونه بجميع انواعها لمده 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصريه. القرار ده معنى ايه؟ بطبيعه الحال كده احنا فاهمين الثلاث سلع دول بالنسبه لنا ايه؟ وايه فايده القرار ده بالنسبه لنا؟ تعالوا نسال ونفهم التفصيله دي من الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره. دكتور مصطفى مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذه دينا، ازي حضرتك يا فندم؟ الاول ده قرار الناس كلها فهمته على طول كده، خلي احتياجاتنا عندنا، صح كده احنا فاهمين مظبوط ولا لاسباب اخرى؟ لا صح، هو طبعا كل دول العالم يا فندم بتتجه لهذا الاتجاه، وعايز اطمن حضرتك ان القرار ده بيساهم في زياده المعروض. يعني هو الحمد لله انا طبعا متابع لحضرتك بحديثك مع الدكتور المحادثه السابقه، وده اللي بيقول لنا ان احنا كمان المعروض عندنا يعني بيكفي السوق الداخلي، ولكن كمان علشان التخوف او فقدان الثقه من بعض من يعني المواطنين اللي يكون فيه غلاء فاحش، وطبعا انا عارف ان ده استغلال من بعض من الناس. طبعا استغلال ليه؟ لان طبعا بيستبق الحدث فبيرفع الاسعار ارتفاع كبير. حضرتك تفضلتي دلوقتي وقلتي طب البورصات العالميه كلها الاسعار نزلت. ده شيء مطمئن. طب انتوا بتغلوا قبل ما احنا كمان يكون في اثر علينا، يعني احنا بنتكلم على التجار اللي هم بيستغلوا المواقف. ده حقيقي. اذكر حضرتك في امر هام جدا، كورونا اللي هي اصعب من اللي احنا فيه دلوقتي، كورونا دي العالم قفل يا فندم، قفل الدول قفلت على بعضها بالظبط، وما كانش فيه طيران وما كانش فيه محاصيل، وطبعا ما كانش فيه مراكب بتوصل لبعض من الدول. طب واقول لحضرتك بقى وما حسيناش بالطفره الشديده دي في الاسعار وقت الكورونا برضو، صح؟ ليه اللي حصل المره دي؟ اشكرك ولا حاجه، هو استغلال يا فندم علشان يحركوا الناس، وبعدين يقول لك اصل احنا داخلين على ان يكون في تاثير في بعض من السلع او في تاثير، رغم ان يا فندم الدقيق موجود، رفعوا الاسعار ارتفاع
مخالف للواقع. يعني عارفه حضرتك لو الواقع بنتكلم ان الارتفاع يكون 5% ده بتتعدي توصل ل 20%، ده يعني كلام خارج عن نطاق المنطق خالص. واللي احنا بنتكلمه النهارده ان الدوله عندها سياسه واضحه، والرئيس بنفسه اتكلم اكتر من مره احنا بنعمل امن غذائي لمصر مش عشان شهر ولا اتنين، لا بل 6 شهور وال7 شهور في بعض من المنتجات. وبعدين النهارده وزيره التجاره والصناعه لما اصدرت القرار ده يوم 11/3 قالت لي 3 اشهر، يعني ال 11/6 الجاي، يعني احنا هنعدي موسم رمضان كمان واكثر من كذا كمان عندنا وفره سلع نقدر نديها نمنحها من التصدير فنزود المعروض فالاسعار تنزل. بالظبط. والنهارده البورصات الاسعار تنزل. ممكن اقول لحضرتك على خبر سريع بس، روسيا واوكرانيا النهارده فندم بتبحث عن اسواق تبدلها القمح والدقيق والسلع لانه هيبوظ، مش كده؟ بالظبط كده، وعايزه تحصل على مال. فبيسرعوا يا فندم يضخوا في الاسواق في العالم ويخرجوا من عندهم من المنتجات فحقت الاسعار تنزل. الاسواق دايما يا فندم بيحكمها امور غير امور بتاعت الاشخاص. بالظبط. الاسواق دي الناس فيها بتضارب وطبعا بتستغل الفرص. البترول طلع ل 130 دولار النهارده نزل تاني. الغاز نفس الحكايه، القمح، الذره، الشعير، كل ده النهارده الاسعار بتنزل. الطمأنينه بتاعت الدوله يا فندم بتقول للناس ده انا عندي معروض. طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور، اصل في حاجه فعلا مش مفهومه، احنا ليه متروكين لقرار الراجل اللي قرر انه انا لما اشتري تاني هشتريه غالي؟ اولا ده ما فيش اي حاجه خبر بيؤكد انك لما تشتري تاني هتشتري غالي، وثانيا هو هل من حقه يغلي كده في المطلق من قبل ما يحصل اي ارتفاع في المواد الاوليه اللي بيعمل منها اي حاجه، وخصوصا احنا بنتكلم عن رغيف عيش مثلا؟ هقول لحضرتك هذه اليات السوق الحر. السوق للاسف النهارده والدوله ما بتتدخلش، الدوله بتدخل سياسه فندم تزود المعروض. وبتعمل معارض زي ما حضرتك بتشوفي كده، احنا في معرض كان اللي هو معرض اللي كان هيبتدي في اخر شهر مارس اللي احنا فيه ده عشان اهلا رمضان، الدوله بدرته، الناس ما اتكلمتش عنه. المعارض ده يا فندم بتدي اسعار اقل من السوق الحد الادنى 20%. وبتدي بكميات زي ما انتم عايزين. فالناس بص يا فندم عشان تلحق تصارع قبل المعرض ده راح ترفع الاسعار. طب النهارده الاسعار ابتدت تتحرك في الاسواق في العالم بتنزل. علشان كده تلاقي دوله رئيس الوزراء بالامس اللي هو في المؤتمر الصحفي اللي عمله ابتدى يشرح للناس ويقول لهم خلي بالكم انا عندي معروض زياده وهعمل احكام رقابه صارمه. دقوت الناس، دقوت الشعب. زي ما بيستغلوا كده فندم الاشاعات. وبعدين بقى الصوت الايه؟ انت عارفه حضرتك صوت القنوات اللي هي الشاذه والبعيد اللي هي دايما بتتحكم في الاله الاعلاميه اللي لا انا صدقني يا دكتور مش قلقانه من القنوات ولا الكلام الفاضي بتاعهم ده، قلقانه من الاقتصاد اللي على القهوه ده، في اقتصاد ناس قاعدين على القهوه. هو ده فندم. زي الدولار، فاكره حضرتك الدولار؟ الدولار رايح مش عارف ل 200، الدولار رايح ل 20، الدولار رايح ل 30، وقعدوا يقولوا فتحصل ازمه في السوق. وبعدين في الاخر طب النهارده الحمد لله الدولار في عز ازمه كورونا يا فندم والاقتصادات في العالم توقفت، الدولار كان ثابت وما عندنا سلعة في السوق كانت مش موجودة خالص. أنا بشكرك. وكان عندنا عندنا البنزين كان موجود، السولار كان موجود، الحمد لله. الناس مش عايزة يا فندم ألا تطمن، خلي فعلا قيادتكم زي ما حضرتك تفضلت كده واديتيني مساحة إن أنا أتكلمك وأقول لك الاقتصاد شكله إيه. حضرتكم دايما ابرزوا هذا الدور، ما تخافوش يا جماعه، ما تتكلبوش على السلع. بالزبط. مش هتاخدوا اكتر من طاقتكم صدقوني. ورمضان الحمد لله ان شاء الله هيعدي ويخش بسلام على الناس، ودي طمأنينه. انا بشكر حضرتك عليك. انا بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، كلام واضح وصريح ومطمئن. وهو الحكايه احنا مش قلقانين، هو فيش حد طبيعي يقلق. احنا متضايقين من ممارسات، متضايقين من استغلال، والاستغلال ده يحط كده علامات استفهام. والحمد لله احنا كده داخلين على شهر رمضان، يمكن الناس ايه تبتدي تتوب وتفكر، لكن بيحط علامات استفهام اصلا عن فهمنا ووعينا بالحلال والحرام. هو فكره ان انا بخزن دلوقتي سلع ولا بغلي دلوقتي سلع، ده مش ماليش دعوه، انا مش هتكلم انا في الحلال والحرام، ماليش دعوه. بس انا بقصد اقول النزاهه بتقتضي بعض الحاجات اللي تقول ان في وقت الازمات دي المسؤوليه المجتمعيه بقى اللي بنتكلم عليها. اللي قادر عليه مسؤولية مجتمعية غير الشخص المتوسط الحال، غير الشخص الفقير، كلنا علينا مسؤولية مجتمعية، كل بحسب طبقته وكل بحسب موقعه.
فالدولة عليها مسؤولية مجتمعية حقيقية دلوقتي، الضبط والرقابة وعدم السماح لده بزيادة المعروض أحياناً ما بيبقاش هو الكافي، لكن كمان الرقابة الصارمة، الأشخاص والتجار عليهم مسؤولية مجتمعية، الأفراد عليهم مسؤولية مجتمعية. معلش اتعب شوية، معلش دور على بدايل، معلش نزل ولادك معاك السوبر ماركت وخليهم يتعلموا يختاروا البديل الجيد الأرخص سعراً. مش عيب خالص يا جماعة، مش عيب أبداً، ما تحسسوهاش إن أنا لو عملت كده في ولادي هبقى حرمه من حاجة أبداً. المتوسط الحال عليا مسؤولية مجتمعية إن أنا هستغنى شوية عن الرفاهيات لأنه ده اقتصاد ظروف صعبة. الفقير الحال هشتغل أكتر وهشتغل بضمير أكتر وهطلب حقي أكتر في أجر عادل، لأن دي مسؤوليتي كمان دلوقتي، كلنا علينا مسؤولية مجتمعية. بعد الفاصل نكمل كلام. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أعلنت عن فوز دكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي أجريت اليوم. النهاردة كان في انتخابات فيها منافسة شديدة جدا على منصب رئاسة حزب الوفد بين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب. دكتور عبد السند يعد هو الرئيس التاسع في تاريخ الحزب، ويعمل أستاذ ورئيس لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ويترأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، وله أكثر من 15 مؤلفا في القانون. نبارك لدكتور عبد السند ونقول مبروك لحزب الوفد ممارسة ديمقراطية ونجاح، مش هنقول بقى وجه جديد على حزب الوفد اللي هو وكيل الحزب منذ فترة لأستاذ قانوني. مساء الخير أولا دكتور عبد السند. مساء الخير، ألف مبروك على حضرتك الفوز برئاسة واحد من أعرق الأحزاب المصرية وأقواها تأثيراً على الساحة السياسية على مدى سنين طويلة. لا عفوا، هو أعرق الأحزاب السياسية في تاريخ مصر السياسي كله. بالضبط. النهاردة أجواء الانتخابات، يعني بعد الفوز حضرتك تقدر تقول لنا بقى بكل صراحة كده، اللي كانت الأجواء صعبة وشديدة، كون كمان يعني وكل يعني التقدير للمستشار بهاء الدين أبو شقة يعني واحد من أعلام حزب الوفد، إخبار الانتخابات وكواليسها كانت إيه؟ والله كواليس الانتخابات هي كانت طبعا يعني منافسة مش سهلة. المستشار بهاء رئيس الحزب لمدة 4 سنوات ووكيل مجلس الشيوخ، ودي الفترة الثانية ليها، يعني قدم الحزب والناس جربته وشافت الأداء. وأنا تقدمت، أنا كنت له كل تقدير واحترام من الناحية الإنسانية والناحية المهنية، ولكن من الناحية السياسية لا، أنا مختلف معاه تماما. كنت بقى إذا الأمر بيعرض على الهيئة الوفدية، إذا رأوا أن هو هيختاروا بيختاروا استمرار السياسة لأربع سنين قادمة. وأنا ساعتها قلت وعلمت إني هأترك الحياة السياسية تماما، أما إذا تم اختياري فسأنفذ البرنامج بتاعي اللي هو تحقيق أهداف الحزب الوفد ومنهجه وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الحزب أو قانونه. الحقيقة اليوم مر وكان نموذج، لأن الحضور كان كبير رقم واحد، أول مرة يكون في الشق قضائي كامل. العملية الانتخابية ما بين انتهاء العملية الانتخابية الساعة 5، قبل الساعة 6 كان تم إعلان النتيجة وتم القفز يعني على كل لجنة
انا عايز اسال حضرتك، احنا يعني بالتاكيد هو حزب الوفد حزب عريق ولا جدال ولا غبار على الديمقراطيه التي اجريت بها الانتخابات. انا عايز اسال حضرتك، كون حزب الوفد صاحب خط ورؤيه وهويه سياسيه واضحه، نعم، ايه الرؤيه الجديده اللي حضرتك شايف انها ممكن تكمل مسيره حزب الوفد، ان تاتي بجديد في الفتره القادمه؟ رؤيه حضرتك اذا امكن تلخيصها في لا، هي رؤيتي مش رؤية جديدة. أنا في رأيي الشخصي كان في الأربع سنوات السابقة كان حزب الوفد أداؤه من الناحية السياسية ومن الناحية التنظيمية داخل الحزب كانت للأسف الشديد مش موجودة. فأنا بقول عودة حزب الوفد يعني يعود حزب الوفد ليقوم بدوره أنه يضر القاطرة المعارضة في الحياة السياسية في مصر ويباشر يشارك في الحياة السياسية وتفعيل لجانه ويتم تشكيلها بالانتخاب. إن للأسف اللائحة بتقول تشكل جميع لجان الحزب بالانتخاب في الأربع سنين كلها تم التعيين. مسائل العلاقة وتفعيلها ما بين نواب الحزب والحزب نفسه، الحزب سياسي ويمارس السياسه من خلال نوابه. فاذا كان نوابه يعني بعد الانتخاب سواء في قبل الانتخاب الجديد او قبل كده ما شفناهمش، رغم ان قانون الحزب او اللائحه بتنص على ان الاداء البرلماني واستخدام ادوات الرقابه او ادوات الرقابه البرلمانيه كلها بيبقى في تنسيق مع الحزب، بل وحتى في اخطر الوسائل الرقابيه اللي هي الاستجواب واتراح الثقه لا يجوز ان يمارسها العضو الا بعد الرجوع لرئيس الحزب ويكون في تواصل ما بين الهيئه الاعضاء الهيئه البرلمانيه نوابا وشيوخا ومع الهيئه العليا في الحزب ومكتب التنفيذ. كل ده ما شفناهوش. ده كلام جميل وكلام مطمئن جدا. فكره تفعيل الجانب التنظيمي يعني وتفعيل لجان الحزب واعاده مشاركته في الحياه السياسيه، اعتقد انه كل مشاركه سياسيه وحزبيه هي اثراء للحياه السياسيه في مصر. اخيرا يا دكتور، اول مكالمه جت لحضرتك النهارده كانت من مين بعد الفوز؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني بس انا شايفه تهاني كتير قوي. اللي يقدر يحكم على الفوز اللي داخل المقام الانتخابي وشاف الناس وشاف المظاهره، يعني مش عارف استنى اقول لحضرتك المساله كانت عامله ازاي. يعني الناس يعني الحقيقه يعني مشتاقه ان يعود الحزب يمارس دوره ويقوم بدوره السياسي والمشاركه ولا يتم اخفاء احد. يعني في مسائل كثير خلت الناس يعني في انا في فرحه عارمه وتواطؤ حوالين وداخل الحزب نفسه، ومش عايز اقول لك المئات فضلوا. الف مبروك. اكيد متوقع. نعم. يعني وبشكرك على مداخلتك معنا النهارده في برنامج التاسعه دكتور عبد السند يمامه الرئيس الجديد لحزب الوفد. الحقيقه الحزب الوفد اللي مكانته خليني اقول مش بس السياسيه، العاطفيه كده عند المصريين، احنا بنفرح لاي عوده وصحوه وتواجد. والحقيقه انه هو بناء على تاريخ طويل لحزب الوفد وتاريخ ممتد. يعني اعتقد ان حزب الوفد من الاحزاب تحديدا اللي محظوظه بالحته دي، سواء كنت منتمي لها ام غير منتمي لها، تكن له احتراما شديدا وتقديرا شديدا لمسيرته الطويله والممتده. هنروح لفاصل صغير وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم في الكلام اللي يخصنا. احنا اتفقنا الأزمة الاقتصادية تخص العالم والحرب تخص العالم، تخصنا كلنا، لكن احنا يخصنا ميزانية البيت. هناكل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ هنروح شغلنا ازاي؟ هنعمل ايه؟ ايه اللي ممكن يتغير وايه اللي ما ينفعش يتغير؟ ايه اللي ممكن يتأثر ونكمل حياتنا عادي ومبسوطين وايه اللي ما ينفعش انه يدار بأي شكل من الأشكال؟ بعد الفاصل نتكلم كلام عملي جدا عن تفاصيل اقتصادية في الحياة اليومية للمصريين.
مساءكم خير. هو سؤال واحد ملوش تاني اللي هنسأله النهاردة في فقرتنا. لما الأسعار بتزيد ودخل الأسرة ما بيتحركش نعمل إيه؟ مطلوب مننا يعني نعمل إيه؟ فهو ده سؤال كل الشرائح اللي في مصر، كل الطبقات الاجتماعية، وهو سؤال منطقي جدا لازم له إجابة كمان بالعلم وبالمنطق. مش لازم نقعد نوهم نفسنا ولا نضحك على نفسنا ولا نقول لنفسنا يعني كلام نظري ملوش أي محل من الإعراب. لكن النهاردة معنا أساتذة ومتخصصين ممكن يساعدونا في إدارة تفكيرنا حتى وطريقة إدارتنا للفترة دي. دكتور رأفت يوسف شحاتة، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية واستشاري التنمية البشرية. مساء الخير على حضرتك. أهلا بيك. والأستاذة سهيلة محمود كمال الباحثة الاقتصادية ومسؤول وحدة ريادة الأعمال بمجلس الشباب المصري. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ريادة الأعمال يعني تقول لنا نزود دخلنا إزاي صح؟ إن شاء الله. هتغششينا صح؟ إن شاء الله. أوكي جميل. هبتدي على طول من قلب الموضوع وقلب التحدي الكبير دكتور. احيانا الاسره كده اللي دخلها ثابت واحتياجاتها متزايده، وده مش احيانا بقى، ده 90% من الاسر كده بيبقى عندها تحدي في طريقه اداره الاموال، مش بس في انها كتير او قليله، لكن احنا بنديرها ازاي وساعات بتفك مننا، نعملها ازاي دي بالعلم. وفي كلمه بس هاخدها من حاج، انا استاذ اداره وحاج بتكلمي على الاداره، هو الاداره هو فن الحياه يعني. حاج لو في اي حاجه ما بتطبقيش فيها قواعد الإدارة هيبقى فيها اسمها عشوائية، العشوائية هتؤدي إلى أخطاء. لكن الإدارة معناها أن أنا بحط خطة وخطة بديلة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي مرتب، أنا باخد نفترض 1000 جنيه في الشهر مثلا، بس أنا وأنا بحط الخطة وارد أنه في حد من أفراد الأسرة يتعب. فأنا لو حاطط الخطة على أن 1000 جنيه هتكفيني أكل وسكن، طب وات إف أنه حصل حد تعب، أنا ما عنديش أي بديل. عشان كده دايما اليابانيين عندهم كده فكرة لطيفة جدا، يعني يا ريت بس مشاهدين يدخلوا يتفرجوا او يقروا الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. اسمها طريقه الاظرف الخمسه. هي بتحط خطه وفي نفس الوقت خطه بديله. انا باخد ال1000 جنيه، خليني اقول المثال ده عشان يبقى سهل في التقسيم بتاعه. فطريقه الاظرف الخمسه، انا 1000 جنيه بقسمها على 5 اظرف، يبقى كل ظرف هيبقى فيه 200 جنيه. الظرف الاول ده الاسبوع الاول، الظرف الثاني الاسبوع الثاني، الظرف الثالث الاسبوع الثالث، الظرف الرابع الاسبوع الرابع، الظرف الخامس هو ده للطوارئ اللي هو فيه 200 جنيه. انا جيت خلصت ال 200 جنيه بتوع الشهر الاسبوع الاول، ماشي خلص الظرف. الاسبوع الثاني صرفت مثلا من ال 200 170 جنيه، بقى 30 جنيه اخدهم احطهم في الظرف الخامس. فاجي في الاخر الشهر الظرف الخامس ده يا فيه مثلا 280 يا فيه 300 يا فيه 400 يا فيه في الاخر خالص للاسف عشان ابني تعب، فانا اضطريت اخد الفلوس واروح اودي الولد للدكتور. فانا عملت ايه هنا؟ انا حطيت خطه وحطيت خطه بديله، فبالتالي ده بيساعدني ان انا اعرف ادير الدخل بتاعي. لكن احنا بنعمل ايه؟ بناخد المرتب ونحط نطلع منه الحاجات الاساسيه والباقي حاطينه مثلا في الدرج. كل شويه اروح اخد، اجي مثلا في يوم معين ابص الاقي ان مفيش فلوس. طب ليه؟ لان انا مش عارف انا ماشي ازاي، او انا ما كنتش حاطط خطه او بلان للشهر كله. هي دي الفكره، احنا محتاجين نخرج من فكره العشوائيه لفكره التخطيط. الحاجه الثانيه، مقولة فرعونية قديمة جدا لما الناس بتسمعها تتخض شوية، بتقول نحن نحتاج إلى ربع ما نأكله لكي نعيش والباقي لكي يعيش الأطباء. ده معناه إيه؟ دي حقيقة، دي فن حكمة فرعونية شهيرة جدا. فأنا باكل أكتر من اللي أنا محتاجه بكتير. وطبعا احنا عندنا بعض العادات الخاطئه، اصل لا لازم يرم عظمه عشان مش حاجه اسمها كده يا جماعه. فدي حاجه مهمه جدا. انا عندي 3 انواع من السلع وعايز اغير الاستراتيجيه، عندي سلع اساسيه وعندي سلع ترفيهيه وعندي سلع مؤذيه. السلع الاساسيه الاستراتيجيه بتاعتنا دلوقتي ان احنا نقلل منها شويه. السلع الترفيهيه مش هنشيلها خالص، بس هنقلل او هنستبدل شويه. السلع المؤذيه طبعا اقصد هنا حاجه زي السجاير، دي مفروض ان انا بشكل او باخر الغيها تماما. سجاير وجزء من الاكل، الاكل بتاع الشارع سجاير، وجزء من الاكل، وجزء مثلا من السوشيال ميديا، ما هوش دي فلوس انا بصرفها على الانترنت، وجزء من الدردشه الطويله جدا اللي احنا بنعملها في التليفونات. في حاجات بنود كتيره جدا لو ابتدينا نبص عليها، الاسراف في الكهرباء ممكن بشكل او باخر ده ممكن يوفر لي فلوس كتيره. طيب احنا هنعمل نظريه الاظرف الخمسه بتاعت اللي قالها لنا دكتور رأفت دلوقتي حالا.
احنا البنود الانفاق، انا هقول لحضراتكم الاحصائيات بتقول ايه عشان برضو تقولوا لنا نعمل ايه في الاظرف الخمسه، لانه غالبا احنا محتاجين 7 اظرف او محتاجين حاجه تحل لنا الازمه. اوكي، صح جدا الكلام اللي قاله دكتور رأفت انه الاكل والشرب ميزانيه المصريين بحسب احصائيات 2020 بتقول انه 43% من ميزانيتنا للاكل والشرب. ده رقم انا اتخضيت منه، 43.9%. السكن والمياه والكهرباء 13%. الملابس والاغطيه نقول 8%، 7.9%. النقل والمواصلات 5%. التعليم 4%. الاجهزه المنزليه 4%. خدمات وهكذا. انا بس عايز اخد الحاجات الكبيره واروح لاستاذه سهيله اقول لها. اولا تعليقك على الكلام ده، شايفه ان الارقام دي دقيقه؟ يعني احنا فعلا بنصرف 43% على الاكثر اكتر بل اكثر حسب كمان مستوى الدخل. لو مستوى دخل الفرد مستوى منخفض شويه هيبقى تقريبا من 80-90% بيروح على الاكل والشرب بس. يعني اللي مستوى دخله منخفض بيصرف اكتر على الاكل والشرب. بالظبط كده حضرتك، كلما تدنى مستوى الدخل كلما كان الانفاق على المأكل والمشرب بشكل اعلى من مستوى دخله مرتفع. ليه؟ لان مستوى دخله مرتفع هو خصص الجزء اللي عايزه للمأكل والمشرب على قد امكانياته. زادت النسبه تقصد؟ زادت النسبه، زادت زادت النسبه طبعا، لكن مش زادت الانفاق. لكن برضو سلوك الشخص اللي دخله منخفض بيكون سلوك بشكل يعني بيكون في نزعه استهلاكيه ناحيه الجزء ده اكتر من الشخص اللي دخله المرتفع، لان الشخص اللي دخله مرتفع بيفكر في رفاهيه. انا فاكره، بصي انت صدمتيني، عارفه ليه؟ يعني انا طبعا متوقعه حاجه شبه كده، بس انا تخيلت انك هتقولي لي اللي دخله منخفض اكتر بيصرف على الايجار والكهرباء والميه ويخلص فلوسه على كده، يعني بيبقى دخل مصاريفه قليله قوي على الاكل. بس انت صدمتيني دلوقتي. لا حضرتك هتلاقي سلوكه ناحيه الاكل اكتر برغم ان هو دخله منخفض. ده ممكن يفسر، ومع احترامي الشديد، زحمه المحلات بتاعه الاكل، وبنشوف ناس من اسر متوسطه جدا. يعني انا بحس انه الرقم اللي هنصرفه في المحل ده معقول ممكن نعمل بيه حاجه تانية. يعني اكيد طبعا صححوها لي بقى بعد الفاصل. اكيد طبعا. بعد الفاصل نكمل كلام. احنا متفقين النهارده والحمد لله ضيوفنا موافقين ومتفقين معانا على ده، احنا مش بنقول ابدا شد الحزام، احنا بخير والبلد بخير والدنيا تمام، لكن احنا بنواجه ظرف اقتصادي صعب جدا، محتاجين نغير ثقافه اداره الاموال من اول بقى ثقافة الطوارئ اللي بيقولها لنا فعلا دكتور، إلى ثقافة إدارة أو إعادة توجيه الإنفاق. بحاول كده أخد الكلام الحلو بتاعهم بعد الفاصل نكمل كلام. في ميزة جميلة جدا لأبناء الطبقة المتوسطة في مصر، إن هم إحنا دايما حتى بلغتنا كده نقول شبعانين. يعني إحنا عارفين قيمة الحاجات، بنقدر نشتريها إذا حبينا، والأهم نقدر نستغنى عنها إذا حبينا برضو. ففكرة الطبقة المتوسطة دايما حتى في علم الاجتماع يقولولنا هي اللي الطبقة اللي بتحمي المجتمعات. فإحنا كلامنا النهاردة عن إزاي فكر الطبقة المتوسطة اللي هي أشطر طبقة بالمناسبة، بتعرف تدبر وتقتصد وتوفر في إنفاقها، إزاي نطبقه بقى في أزمة زي دي لحد ما أولاً نقدر نسيطر على جشع وتعاملات بعض أو بعض الممارسات اللي رفعت الأسعار بدون مبرر، وكمان نقدر نتحمل الأسعار اللي زادت بمبرر منطقي. إحنا كنا وقفنا مع أستاذة سهيلة وهي بتقول إحنا بنصرف على الأكل أكتر حاجة. في رأيك هل من المنطقي أن أنا أقول للناس بطل صرف على الأكل، ولا في حاجة تانية نقدر نوفر منها؟ نبتدي الأول نقول لهم يعني المبدأ الاقتصادي المشهور اللي هو الإنفاق لتلبية الحاجات بتكلفة أقل وتحقيق أقصى إشباع ممكن. بمعنى أن أنا عايز حاجة أشوف تكلفتها هتبقى قد إيه، وأشوف السبل اللي هتخلي تكلفتها قليلة وتحقق لي الإشباع اللي أنا عايزه كله. بمعنى حقق كل طلباتك وخطط لها كويس، وابتدي أعمل تبديل وتوافيق عشان توصل في مرحلة في الآخر أن أنت توصل للمعقول، زي ما حضرتك قلتي الطبقة المتوسطة وشعار الطبقة المتوسطة. اشتروا الحاجة رخيصة وكويسة وبنت ناس، ده شعار الناس اللي كانوا بيقولوا دايما أهلنا في زمان. وبناء عليه
يبقى انا لازم احضر كل حاجه وابقى مستهلك رشيد بطبعي، ما انخدعش بالعروض، ما انخدعش بالخطط اللي بتحصل لي، ما انخدعش بالفليفر اللي موجوده في الفاست فود بالنسبه لي وهي مش موجود فيها الكونتينتس ان انا رايحه اكله اساسا او المكون الاساسي بتاعي. ايه ما تخدعش برضو بان انا لما اجي اشتري الحاجه اشتري وانا عندي نزعه للشراء، عندي رغبه كبيره قوي. بمعنى دايما نقول للناس ما تروحش تشتري من السوبر ماركت وانت جعان خلاص عشان هتجري وتشوف الحاجات اللي فيها مثلا سكريات اعلى. بالمناسبه احنا من اعلى شعوب العالم استهلاكا للقمح والسكر. يعني حضرتك تتخيلي ان نصيب الفرد من استهلاك السكر سنويا 34 كيلو جرام في حين ان زي ما الدكتور كان بيقول وده سبب امراض كتير. طب سؤال، حد هيرد عليكي ويقول لك، وانا هروح بقى للدكتور ايهاب في الحته، دكتور رأفت عفوا في الحته دي، هيقول لنا ما احنا بناكل عيش عشان ما بناكلش بروتين كتير، فما تقوليش كمان قلل في اكل الكربوهيدرات بتاعتك عشان توفر. الكلام ده منطقي؟ واحنا عندنا حاجتين لازم نفرق بينهم، فرق بين الجسم محتاج ايه وانا عايز اشبع. هو دي مشكلتنا الاساسيه، فهو الاحساس بالشبع مش الاحساس، مش الحاجات اللي الجسم محتاجها. لو احنا هنتكلم على كربوهيدرات انا ربع رغيف طول اليوم يكفيني، لكن هي فكره عادات خاطئه عند الناس ان احنا بنقول انا بشتغل انا ببذل مجهود. يعني انا مثلا لو حد بيذاكر كفايه بالنسبه له بونبونيه عشان تزود نسبه الجلوكوز، لان الجلوكوز ده هو الغذاء الاساسي للمخ، لكن او تفاحه او اي حاجه او اي حاجه فيها شوجر. لكن فكره ان انا لازم اكل 6-7 رغيفه في اليوم، يعني عايز اقول لك حاجه صغيره، ربما يعني زي ما بيقولوا كده ربما رب ضاره نافعه. هو لما الحاجه بتزيد سعرها في حاجه، حتى في علم التسويق احنا التسويق بيسموه ماركتنج، عكس التسويق بيسموه دي ماركتنج. فدي ماركتنج انه حاجه انا بعملها عشان اقلل الاستهلاك على سلع معين. فلما الكهرباء مثلا زاد سعرها الناس ابتدت تقلل الطلب عليها، ده مش معناها ان الناس دلوقتي عايشه في الضلمه، بس ابتدت تقتصد في حاجه ما كانتش بتعملها. فنفس النظام دلوقتي، لو العيش دلوقتي زاد بشكل او باخر وانا اضطريت ان انا اقلل استهلاك العيش، انا هلاقي مع الوقت ان انا صحتي بقت افضل، وفي نفس الوقت انا ما تاثرتش بشكل او باخر كمجهود. لكن هي في الاخر عادات معينه، انا اتعودت طالما ببذل مجهود ان انا اكل عيش كتير، وطالما ما باكلش بروتين. طب ما هو العيش في الاخر ملوش علاقه بالبروتين، فانا لو انا دلوقتي البروتين قليل فانا هاكل عيش، انا باكل عيش عشان اشبع مش عشان استفيد جسمانيا. طب انا عايز استفيد بحاجه، انا عارفه ان حضرتك اكيد ما تقصدش او مش عايز تقول لنا لا ان اقلل من بس من تحديد من العيش. استاذ سهيل قالت حاجه مهمه، فكره النسب اللي احنا بننفقها. احنا واضح ان احنا فعلا ركزنا لمشكلتنا في استهلاك الاكل. هل حضرتك شايف ان مشكله اداره الاموال عندنا في الاكل بس ولا في ممارسات تانية؟ لا في كل حاجه، زي في الكهرباء، في الميه، في يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا. هو الناس لما حصل الكوفيد وحصل الاغلاق وكل الكافيهات الشهيره قفلت، الناس عملت ايه؟ كانت بتعمل قهوه في البيت، وفي ناس منهم كملت وانبسطت بالمنظر ده. ليه؟ اولا هتوفر فلوس، ثانيا هتبقى حاجه انضف بكتير ما يجيبها من بره، وانا عارف معموله ازاي، لكن انا ما اتعودتش على كده. لكن لما حصلت بشكل اجباري، ما انا هقول لك حاجه، في الاداره التغيير بيمشي بشكل من اتنين، يا شكل تفاعلي بيسموه الاد هوك، فانا ما فيش دلوقتي كافيه فاتح فانا مضطر ان انا، ده اسمه تغيير تفاعلي، او في تغيير بشكل المبادره ان انا لا طب ما افكر اعمل كده. احنا اتعودنا ان احنا نشتغل بالتغيير التفاعلي، ان تحصل المشكله فاحنا نتعامل مع المشكله، انا مش مفروض اعمل كده، انا مفروض افكر. ويمكن دي حصلت في الدوله المصريه في كذا حاجه. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا سنه الكوفيد انا سافرت كندا بعد انا مصري كندي بعد ما الازمه اتفتحت. احنا كنا بنتبهدل هناك في السوبر ماركت وفي وفي الخضار وفي الفاكهه. في مصر ما حصلش الكلام ده خالص. احنا فده فكره ان انت ازاي يبقى عندك وانت حاطه خطه، ان انت حاطه فكره ان انا ما استناش تحصل مشكله واجي ادور ازاي اتغير. طب انا دلوقتي عندي مشكله في الدخل، ايه المشكله ان انا ادور على حاجات؟ يعني بعض الناس لما تقال طب ما تعملوا عيش في البيت، ايه المشكله؟ بعض الناس قعدت تسخر من الافكار دي، ليه ما تتعملش كده؟ ليه ما ادورش على فكره ان انا اعمل عارف طاقه الناس شمسيه؟ بتزعل لما حد يقول لها وفر انفاقها، لانه طول الوقت فاكر ان اللي بيقول لي وفر هو مرفه نفسه، وطول الوقت عندنا احساس المقارنه. هل انا ده سؤالي الاخير، انا وقتنا خلص طبعا، بس انا عندي سؤال، هل المقارنه جزء من ازمتنا الاستهلاكيه؟ هل انا طول الوقت عايز البس شبه فلان واكل شبه فلان؟ هل دي ازمه تتصنف ازمه في اداره الاموال؟
حد يقول لي ايه ده انتوا سكتوا سبتوني طبعا يعني اكيد اصل هي اكيد مش بس للاسف المقارنه فقط ولكن كمان المغالاه في التصرفات والتباهي ببعض التصرفات الماليه فبتؤدي ان هي بتعمل لك ازمه اقتصاديه لانك بتعمل سلوك استهلاكي مش صحيح فبيؤدي ان انت في الاخر بتخسر جزء من مدخراتك او جزء من اموالك فبتؤدي لان دخلك ما ينفقش بالطريقه السليمه. طيب دكتور رأفت هل لو قلت لابني مش قادر اشتري ده دي حاجه عيب وتاثر في نفسيته وتضره؟ بس حسب من الاول انت مربياه بطريقه ان هو يبقى متفهم ولا لا ما انت لو دلعتيه قوي وجيتي بعد كده قلتي له لا مش هقدر اجيب لك كده مش هيتقبل الكلام ده لكن انا من الاول لكن دي طريقه تربويه مظبوطه اي مشكله مفيش مشكله خالص ابدا صح خالص. طبعا انا بشكركم شكرا جزيلا قد ما الوقت سمح بنفتش واحنا فاهمين ومدركين انه احنا مش بنعمل كده بالمناسبه عشان في كارثه احنا بنعمل كده عشان كلما زاد مستوى التعليم والثقافه لاي شخص في الدنيا كل ما هتلاقيه بيقتصد هتلاقي في أفخم أوتيلات العالم يقولك من فضلك ما تسيبش المية مفتوحة في أهم أماكن في الدنيا يقولك ما تستعملش ورق مناديل كتير كل ما زاد مستواك التعليمي كل ما فهمت أن الاستهلاك والطريقة الاستهلاكية العنيفة دي حاجة مزعجة مش حاجة كويسة وبالمناسبة كل ما زاد غالبا مستوى دخل الفرد زي ما أستاذة سهيلة قالت كل ما قل يعني احتياجه لأنه يزود الجانب الاستهلاكي أنا بشكركم شكرا جزيلا ولكن بيزود الاستهلاك الرفاهية وده بيؤدي برضو لحدوث أزمة اقتصادية عنده في الدخل ما بيقضيش يعني هو بيبقى نزعة مختلفة فنزعة استهلاكية أن المستوى الدخل المنخفض ناحية المأكل والمشرب لكن نزعة الاستهلاكية ناحية الرفاهية عند مستوى الدخل المرتفع بالضبط كده فده بيسبب أزمة بشكرك أستاذة سهيلة محمود كمال باحثة الاقتصادية ودكتورة رأفت يوسف أستاذ الإدارة ومستشارة التنمية البشرية نورتوني دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة أشوفكم إن شاء الله على كل خير